انت الزلمه اللي بعتنا اياك الخال؟ رامز قرائسكي بيسلم عليكم واحد واحد. ليش ما اجى معك؟ الخال صار معه شلل، ما بيتحرك من الخصر لتحت، ما هيك يا حبيب؟ يعني بتعرفوه، هو بيحب يحكي بمكان مكشوف، ما بينزل على مكان مسكر مثل هاد. لا، كان ينزل، كان ينزل، والضجة اللي كانت تصير كانت تبلش بالنادي بعد ما يبلشوا رقص. جميل بيك، كيف عرفت اسمي؟ والله هو الخال حكالي عنك كتير، قال لي على البارات اللي زرتوها، بس ما عرفتك من هالشي. قال لي أول واحد رح يحكي شي رح يكون هو العظم، سمالي كل الموجودين في حال ما عرفوا عن حاله. قال لي اللي ما بيحكي أبدا هو الأخ نجمي، إله فضل كبير علي ودعاله بالصحة والعافية، وقال يلي ما بيشلح المانطو تبعه هو الأخ أربيل، من زمان ساعدته كتير للخال وخبيته، وسأل إذا لسه بتحمل مسدسين. وقال لي بوس كل رفقاتي من راسهم بالنيابة عني. وما حكى لك عني؟ أنت يا أستاذ ما حكى لي عنك، بس أنا قدرت أعرفك، علي الصغير من الفاتح. طيب كيف عرفتني؟ وقت بتقعد رجليك ما بيدقوا بالأرض من هيك. علي، ليك يا أخي، ما بقيان حدا قديم من جيل رامز قرائسكي غيري، مشان هالشي بالإذن من هاللمة الطيبة أنا يلي راح أحكي. يا ترى بعد هالزمن بيتغير مكان رامز على الطاولة؟ لا ما بيتغير. وقت ترك يلي بين ايديه وراح، قلت بعدها هالزلمة عمله وطلع أذكى منه، أخيرا انسحب للزاوية تبعه. الخال رامز ما بينسحب للزاوية تبعه قبل ما يرن الجرس يا معلم. رن الجرس يا جميل، ما في غيرك يلي ما سمعه، لكن وانت كمان راح تسمع الجرس. الأمور تغيرت. شلون يعني؟ صالات الأمار تبعنا عم يسحبوها من إيدينا شقفة ورا شقفة. أنا زلمة ثبتت بهالمجال 50 سنة كاملين، وهلأ ما عاد بيحق لي أحكي كلمة عن هالموضوع، سحبوا الشغل من إيدينا غصبا عنا. مين هن؟ مين يلي سحبها؟ منيح إنك إجيت، رح أعرفك هلأ على صديق كتير محترم، يوسف سمير. شكرا كثير سيد كنان، ممنونك على اللي عملته. هذا أقل شي بعمله، ولو بعرفك على شريكي جنكيز قطاي. أهلا، شرفنا. إلي الشرف. هروب يا ابني قبل ما يقشرك ويفرمك السيد كنان. الحقيقة يا يوسف يمكن يصير العكس فيني إذا ما انتبهت. لهالدرجة؟ إيه لهالدرجة. جنكيز هو رفيقنا يلي عم نفكر فيه مشان مشروعنا. أي مشروع؟ المشروع. لا تقولها. أيوة، قلت بلكي بتحكي مع جنكيز وتساعده ليشوف كيف منشتغل ويعرف الطريق. رح يكون بحاجة لأكثر من أنه يعرف الطريق. ليش شو الأخبار؟ صار الضوء أخضر؟ عم ننتظر، بس قربت كتير. تعال نتمشى. طيب رح خبر مرتي وبيجي معك. لا لا، خليكن لحالكم، أنا رح أهتم بعيشة. يوسف سمير زلمة ظهره مسنود على الجبال العالية، مرة كل 10 سنين بيجي واحد وبيسند حاله على هالجبال،
بيقوم يوسف بيخليه يطير بالهواء. يعني منشان ما يتأمل الخال منوب إذا كان مفكر بده حصته من الكعكي إلا الكعكي راحت وما عاد في حصة. إيه فهمت. أنا ما جيت مشان الكعكي، أنا جيت مشان أقدم لكم احترامي. أنا اسمي. ليش نحن ما قلنا لك أسماءنا أول ما حضرتك فتت وحكيت معنا؟ ها؟ الخال بيعرف منيح، لأنه هاي الطاولة تبعنا، لا تتطلع وتشوفنا عم نضحك، نحن ناس متواضعين، بس هاي الطاولة تبعنا وما بتشبه بقية الطاولات بنوب. تتذكر أنا شو قلت لك قبل شوي؟ مكان رامز على هاي الطاولة ما بيتغير. إيه بس مكانك أنت أصغر من علي الصغير، مو مثل مكان رامز أبداً. يعني أنت ما في إلك اسم على هاي الطاولة لهلا، يعني أنت ما في إلك مكان على هاي الطاولة. وقرائسكي بيعرف هالحكي منيح، يعني عرف مكانك منيح يا ابن أخته. يلا وسلم لي على الخال. على راسي. إنه تغلطوا عليك يا سيدي. فيك تقول هيك شيء؟ سمعوني حكي طالع وحكي نازل، باخر عمري بيتحمل هيك اشكالات انا. في طريق مختصر. احكي. منيح انك تبقى هيك بالظل، كويس، بس صار لازم تطلع باسرع ما فيك من ظله للخال. ماشي رح نشوف. ها هلا هن طالعين، رح نستناهم هون. شو وين راح جنكيز؟ في شغلات حلوة ناطرة جنكيز. عفكرة حابب أسألك، لأي مدى برأيك جنكيز زلمي ناجح؟ حسب، من دوني ولا معي؟ أنا فهمت شو بتقصدي، من دونك ما بيقدر يعمل شي المسكين. يعني شوفي، حتى أنا وقت بتكوني بعيدة عني بحس حالي قلقان. وين راح جنكيز؟ عندي أعمال مهمة عايشة. أنا حياتي مو بس مشروع الانتقام، عندي كتير مشاريع بشغلي، وبالوقت الحالي عم بشتغل على مشروع من سنين. كيف أولى هالمشروع رح يكون له بصمة كتير حلوة على حياتي، وقربنا من نهايته، بس ماني ملاقي حالي فيه. شغل ما في مخاطرة، وبدي واحد يفهم الشغل، ناجح كتير وحلو كتير، ما بيتردد يفوت بالمغامرة، وما بيخاف إنه إيديه تتوسخ، وبيقدر إنه يتغلب على المشاكل ويحلها ويقلبها لتصير بصالحه. لهلأ ما لقيت الزلمة يلي عم دور عليه. ما يكون جنكيز؟ في احتمالين للجواب، معك ولا من دونك؟